دور الأزياء الإيطالية لا تعنى بالموضة وصيحتها وحسب، بل توجه أنظارها نحو الفن وتحفه مسجلة سابقة في عالم رعاية وحماية الآثار. هكذا تتبرع دار فندي لتمويل ترميم نافورة التريفي جالبة الحظ في المدينة الخالدة روما بتكلفة تصل إلى 2,800,000 يورو. درجات السلم الرومانسي في ساحة إسبانيا بالعاصمة الإيطالية ستستعيد الرونق بفضل المال السخي من دار بولغاري للأزياء الفاخرة. المشروع سيكلف نحو 1,500,000 يورو، خطوة مماثلة تقدم عليها توتس لصاحبها رجل الأعمال الشهير بالمبادرات الخيرية دييغو ديلا فالي، حيث سيغطي مشروع ترميم الكولوسيو الروماني بما يقرب من 25 مليون يورو مقابل الحق الحصري في استغلال صورة النصب التاريخي لمدة 15 عاما. أخيرا وليس آخرا، وفي انسجام خلاق بين الحس الجمالي للأزياء وعراقة التراث، تنفق ديزل 5 ملايين يورو لترميم جسر ريالتو الأشهر في البندقية.